تمني السداد والتوفيق اهم من التهنئه، لكن سعداء بانه المداخله الاولى له معانا في حدوث مصر. برحب بحضرتك معانا استاذ سفير. اهلا بيك يا استاذ شريف، وسعيد ان انا اكون معك في اول مداخله ليك. تحياتي لحضرتك اولا وشكري مقدما. طبعا عايز ابدا مباشره باللي دار النهارده بخصوص او خلال وجود وزير الخارجيه الاردني، مصر والاردن على خطوط التماس والاكثر تضررا، وكانت كنا سامعين بوداننا جميعا سياسيين وغير سياسيين التهديدات الاسرائيليه والتلميحات الاسرائيليه الشبه رسميه بفكره التهجير وتصفيه القضيه سواء في الضفه او بالنسبه لغزه. يعني صحيح، هي زيارة السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردني للقاهرة هي يعني بتأتي في سياق الاجتماعات والاتصالات المكثفة في المنطقة لمحاولة احتواء التصعيد الراهن في الإقليم. والحقيقة أن هي في إطار طبعا التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بخصوص التطورات المتسارعة في المنطقة وتحديدا في لبنان وغزة. والمشاورات المغلقه اليوم اللي تمت ما بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والسيد ايمن الصفدي يعني شهدت تطابق كامل في مواقف البلدين سواء فيما يتعلق بالتطورات في غزه او في لبنان. طبعا فيما يتعلق بالتطورات في غزه كان في تطابق كامل في الرؤى وفي العناصر موقف البلدين، سواء المطالبه بالوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزه والرفض الكامل لاي محاولات لتصفيه القضيه الفلسطينيه عبر تهجير الشعب الفلسطيني سواء الفلسطينيين في قطاع غزه او الضفه الغربيه. مفهوم. والتاكيد على ضروره النفاذ الكامل والغير المشروط للمساعدات الانسانيه والاغاثيه للقطاع. وإدانة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية باعتباره مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي. هل في أي مشروعات جديدة؟ هل في أي تحركات جديدة؟ ولا ده الزيارة النهاردة كانت خاصة يعني إيه تأكيد المواقف ما بين البلدين؟ لا، هو طبعا يعني في اتصالات مكثفة بتدور في ضوء الأوضاع المتسارعة في لبنان وفي غزة. يعني مصر والأردن بتجمعهما علاقات طيبة وفي يعني تنسيق وتشاور مستمر ما بين البلدين، وهناك احتياج بصفة دائمة إلى التواصل بهذا الشكل. والنهاردة كان في التواصل مع المبعوث الفرنسي للبنان. هل المشروع الأمريكي الفرنسي لسه عنده قابلية للحياة والتطبيق ولا لا؟ يعني هو طبعا في لازم ان احنا ناكد في هذا السياق على الموقف المصري بشكل عام فيما يتعلق بالتطورات في لبنان، ان احنا يعني بنطالب بتحقيق فوري وقف فوري لاطلاق النار وضبط النفس وخفض حده التوتر الحاليه. وطبعا نقلنا خلال الاتصالات المكثفه اللي اجراها السيد وزير الخارجيه سواء مع الوزير الخارجية الأمريكي أو الفرنسي أو البريطاني والإيراني خلال الأيام الماضية برفضنا لأي انتهاكات للسيادة اللبنانية. مفهوم. والتأكيد على دعمنا الكامل والثابت لأمن وسلامة واستقرار لبنان. عايز أسأل حضرتك بشكل تفضل يا فندم. لا، كنت بس أحب أقول إن فيما يتعلق تحديدا بالتعامل مع التطورات في لبنان، الحقيقه وزاره الخارجيه كانت اتحركت سريعا في التعامل مع هذا الموضوع من خلال نهج متعدد المسارات، سواء كان المسار الدبلوماسي والسياسي من خلال الاتصالات المكثفه اللي اجراها السيد وزير الخارجيه، او على المستوى الانساني وتقديم المساعدات الانسانيه والاغاثيه للجانب اللبناني. في يوم 5 اكتوبر تم تقديم شحنه مساعدات طبيه واغاثيه احتوت على 22 طن من المساعدات من الادويه والمستلزمات الطبيه والاعاشه. وطبعا كان في المسار القنصلي في رعايه المصريين في الخارج. انا كنت لسه هسال حضرتك على النقطه دي. احنا لغايه دلوقتي عندنا تواصل مع الجاليه المصريه، الحمد لله الناس امنه وعندهم هم قدره على الوصول للسفاره لا قدر الله في حاله حدوث اي ظروف صعبه. تمام، هو طبعا سفارتنا في بيروت على تواصل مستمر مع الجالية المصرية في لبنان، والحقيقة السفارة تحركت سريعا في هذا الإطار مع بدء التوترات في لبنان، وتم
الإعلان على الموقع الرسمي ايوه حصل للوزارة للسفارة بطلب موافاتها بكل الأسماء للمصريين المتواجدين في لبنان لمن يرغب في العودة لمصر. وبالفعل قامت الدولة، قامت مصر بترتيب طائرة لمصر طيران، ونقلت منذ يومين 286 مواطن مصري أبدو لمصر. رغبتهم في السفر. بالضبط، وبالتالي احنا السفارة ما زالت على تواصل مع أعضاء الجالية، ولمن يرغب في العودة إلى مصر فعليه أن يتواصل مع السفارة مفهوم. في بيروت، وسيتم اتخاذ الإجراءات التي تسهل عودتهم لمصر بإذن الله. أنا عايز بس يعني أتجه في اتجاه آخر بسبب مع شديد للأسف كثرة الأزمات وتلاحقها يعني. أنا عايز أسأل حضرتك بشكل مباشر عن الصومال، لأنه لغاية دلوقتي الإنترنت والتواصل الاجتماعي عمالين يطلعوا بنظريات، إما نظريات بتضعنا على حافة مواجهة أو نظريات وآراء بتقول مفيش حاجة خالص. ممكن تفهمني يا فندم طبيعة التنسيق المصري مع الصومال في اللحظة اللي احنا موجودين فيها دي إيه؟ يعني هي دولة الصومال دولة عربية شقيقة وتجمعنا علاقات تاريخية وطيبة للغاية، ومحددات موقفنا واضحة. مصر بتدعم كافة الجهود السلطة المركزية والحكومة الفيدرالية في الصومال لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. مصر بتحترم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، وبنرفض التدخل في شؤونه الداخلية والمساس بسيادته. ولكن زي ما حضرتك تتذكر يا أستاذ شريف، يعني خلال شهر أغسطس، وخلال تحديدا 14 أغسطس الاتفاقية زار بالضبط، تم التوصل إلى بروتوكول تعاون عسكري ما بين البلدين. الرئيس الصومالي طلب من فخامة الرئيس الجمهورية لتقديم الدعم العسكري على ضوء الاضطرابات والتحديات الجسيمة اللي بتمر بها الصومال في مكافحة الإرهاب والتنظيمات كطلب المتطرفة. شرعي من سلطة شرعية لدولة صديقة. بالضبط، وبالتالي هذا الاتفاق هو يجب أن ننظر إليه في إطاره الثنائي، لا يستهدف طرف هنا أو طرف هناك. هذا الإطار إطار ثنائي يهدف إلى دعم دولة عربية شقيقة طلبت من مصر الدعم ومصر تستجيب إليها. المنطقة القرن الأفريقي بتشكل أهمية كبرى بالنسبة للأمن القومي المصري، وبالتالي دعمنا للصومال مش بس بيخدم الأمن القومي المصري، هو بالتأكيد بيخدم مفهوم. الصومال، ولكن بيخدم المنطقة بأسرها. سيد سفير انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. سفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تحياتنا وشكرنا لحضرتك.